طب ايه الاختلاف بقى يعني ما بين مدن جديدة بنتكلم عنها وما بين مدن قديمة او مدن قائمة فعلا الناس عايشة فيها؟ الاختلاف الاول طبعا ان احنا بنتكلم النهارده على مدن الجيل الرابع، المدن ذكيه، مدن فيها تعامل عن طريق الانترنت بالسرعات الفائقه، فيها طرق اوسع، فيها نسبه المناطق الخضراء اكبر بكتير من النسبه اللي كانت موجوده، بنتلافى فيها كل المشاكل اللي كانت موجوده سواء في المدن القائمه او حتى في المدن الجديده اللي احنا نفذناها في الفترات السابقه. بنبدا كل ده بنحاول ان احنا نتلافاه في المدن الجيل الرابع اللي احنا شغالين عليها بالفعل في الوقت الحالي. طيب فكرة المدن العمرانية الجديدة يعني بتقوم يا دكتور على ايه بالاساس؟ على الدولة فقط ام هناك مثلا مشاركة من القطاع الخاص، مشاركة من المواطن، ام هي خليط ما بين كل هذا؟ المجتمع العمراني الجديد بيبقى خليط من كل حضرتك قلتي عليه، بيشارك فيه الدوله في الاساس، لان نواه اي مدينه بتتبناها الدوله، وده بيبقى على عاتق الدوله ان هي تنشئ النواه الاولى. لان حضرتك لو جيتي مع اي مستثمر او حتى مواطن تقول له تعالى احنا هنروح في الموقع الفلاني لسه ما فيهوش اي تنميه ولا 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 وتعالى اشتغل فيه، ما بيبقى طبعا صعب ان هو يبدا فيه. فالدوله بتاخد على عاتقها ان هي تبدا المراحل الاولى لتنميه المجتمعات العمرانيه الجديده، فبيبداوا بالنواه، وفي وسط هم بقى خلاص بدات يظهر النواب، يبدا بيدخل معانا المستثمرين، تبدا المواطنين يبداوا يسكنوا هناك، يبدا يتوفر لهم فرص عمل فيشتغلوا فيها. يعني لو خدنا مثال بسيط، مدينه العالمين الجديده هتلاقي حضرتك انها فيها قاعده اقتصاديه كبيره جدا متمثله في منطقه صناعيه، في جامعات، في مناطق خدميه كبيره، في المنطقه السياحيه طبعا الموجوده هناك ومناطق الابراج، ففيها خليط كبير جدا بيجمع كل فئات المجتمع في المدينه بحيث انها في الاخر يبقى مجتمع متكامل.